تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي وصادق المواساة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان ولي العهد في وفاة الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.